الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم، وبعد، أيها المشاهدون الكرام، أهلا وسهلا بكم في آية ومعنى. حديثنا اليوم عن قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. في هذه الآية الكريمة نهي للمؤمنين على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة وعلى مستوى الدولة من اتخاذ غير المؤمنين بطانة، والبطانة هم خلصاء الرجل القريبون منه الذين يطلعون على أسراره ويستشيرهم في أموره. وعلة النهي هنا أن هؤلاء لا يدخرون جهداً في جلب الضرر إليكم وإفساد دينكم ودنياكم، لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون في إخبالكم. والخبال معناه في اللغة هو الفساد في الأبدان والأفعال والعقول. ودوا ما عنتم أي يحبون بشدة أن يصيبكم كل ما يعنتكم ويتعبكم ويشق عليكم وينكد حياتكم. فهذا الصنف من الناس إذا اتخذتم منهم بطانة تطلعونهم على أسراركم وتتخذون منهم مستشارين لكم، فلا شك أنهم سيكشفون أسراركم لأعدائكم ويشيرون عليكم بما يجلب لكم الضرر والشر. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذا الصنف من الناس الذي حذرت منهم الآية يشمل المنافقين والكفار من اليهود والنصارى والمشركين، ويدل عليه عموم الآية: بطانة من دونكم أي من دون المؤمنين. والدليل على دخول المنافقين في هذا الصنف قوله تعالى في الآية التي تليها: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. فالذين يظهرون الإيمان عند لقاء المؤمنين فقط هم المنافقون لا غيرهم. ثم تنتهي الآية بدعوة المؤمنين لإعمال عقولهم: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فلو أن المسلمين أعملوا عقولهم وفقهوا هذه الآية وعملوا بها لما اتخذوا من أعدائهم بطانة ومستشارين يطلعونهم على أسرار أوطانهم ويستشيرونهم في قضايا دولهم واقتصاد بلدانهم، فيشيرون عليهم بما يزيد من فقرهم وفسادهم. ولو فهموا قول الله تعالى في سورة البقرة: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، لعلموا أن اليهود والنصارى ما يودون الخير لأي دولة مسلمة، وبالتالي لن تقع أي دولة في مصيدتهم. ولكن عدم إعمال العقول في آيات الله والعمل بها أوقعنا بما لا تحمد عقباه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم كتابك الكريم، والحمد لله رب العالمين.